على الرغم من الفرحه الكبيره جدا اللي انت شفتها من جماهير النادي الاهلي يوم الفوز وحسم اللقب والفوز بالاميره السمراء، يعني زي ما الناس بتطلق عليها في مصر، بتبقى الدنيا طبعا كلها الحقيقه يعني مصر اكتست باللون الاحمر. لكن خد بالك ان واقع الفرحه والبطوله في روابط النادي الاهلي في الغربه غير، وانتم عارفين طبعا احنا في السادسه حريصين انه الاهلي في كل مكان تكون موجوده معانا في مناسبات الاحتفال بالبطولات وبالانجازات. النهارده معانا الاهلاويه اللي موجودين في الكويت، تعالوا نشوف الاهلي في كل مكان واحتفال المصريين في الكويت او رابطه النادي الاهلي في الكويت، رابطه مشجعي الاهلي في الكويت بالبطوله كان ازاي.